الاتفاقات الاقتصادية. هناك كلام في الكواليس الآن يدور عن أنه ربما يتم التوصل إلى هذا الموقف أو هذه الخطوة. هل تعتقد هذه سهلة، هذه ممكنة، وبالتالي تكون أقل إيمان إذا لم يستطيعوا قطع العلاقات؟ بحسبة اقتصادية بسيطة، بالمناسبة نحن أول من طالبنا بقطع العلاقات خرجت الجماهير المصرية في حصار غزة وفي حرب غزة وفي تموز 2006، كان شعارها أول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير، وبالتالي هو مطلب موجود وشعبي ومطلب عادل للجماهير العربية وعلى رأسها الجماهير المصرية. طالبنا وسنطالب وسنظل نطالب بهذا الأمر. أما بالنسبة لموضوع الاتفاقيات الاقتصادية فهذه تم التدليس على الشعوب وعلى كل من اشترك في هذا الأمر. اتفاقية الكويز في مصر هو نوع من التدليس، ان احنا بنضطر ناخد 11% او 12% من مكونات المنتج عشان يتيح لي هذا الامر ان انا اصدر صادراتي الى امريكا. في الوقت اللي انا نظرت بعيد الى السوق الامريكي الذي لا ياخذ منتجاتي غير بضوابط مشدده، في الوقت الذي تركت السوق العربيه، نعم، السوق الافريقيه، سوق حوض وادي النيل، السوق الاوروبيه، وذهبت الى ابعد البلاد رغم اني غير مطلوب هناك وغير مرحب بي. فهذا تم التدليس علينا فيه. نحن كنا أول من طلبنا وسنطالب وسنظل نطالب بقطع الغاز الذي يمد الكيان الصهيوني ب40% من الطاقة الكهربية في الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يمنع الغاز ويمنع غاز الطهي ويمنع الوقود ويمنع وقود السيارات عن قطاع غزة المحاصر. وبالتالي نحن نرى ما يحدث هو جريمة، ما يحدث هو يعني تعبير يعف اللسان عن ذكره، ما يحدث هو تدليس على الأمة العربية عبر ترتيب اقتصادي وغيره، وهو ما يدلس عليه حاليا على الشعب الفلسطيني اليوم، يسمى المؤتمر الاقتصادي الفلسطيني. يبدو أن الفلسطينيين الجدد والعرب الجدد الذين يتم تفصيلهم على مقاس المشروع الصهيوني الغربي، يبدو أنه هو إنسان كل همه هو الدولار، سواء فرط في عرضه، في دينه، في ملابسه، نعم، في أرضه، في أي شيء. لا، هذا طيب. هو نوع من التدليس الاقتصادي الغير مدرج تحت أي شيء من قوانين الاقتصاد أو المنفعة العامة للدولة. على كل حال سنتوقف عند التقرير الصادر عن مركز أبحاث الكونغرس والمتعلق بموضوع التطبيع الاقتصادي، طالما ذكرت ما يرتبط بموضوع الغاز وغير الغاز من سلع حيوية وأساسية، سنتوقف عنده. لكن قبل ذلك اسمح لي أعود إلى لندن إلى الدكتور مسعري مجددا. دكتور مسعري، هل ما زالت الرياض، عودة إلى السعودية، يعني أنت معني بهذه النقطة مباشرة، هل ما زالت تعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل مع الجانب الإسرائيلي، مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي فلتتحمل دول الممانعة، قوى الممانعة في المنطقة، مسؤولية تعطيل الوصول إلى هذا الحل؟ ومن بين هذه القوى طبعا طالما تحدث عن الموضوع الفلسطيني حماس، هل تعتقد ذلك هذا هو التوجه لدى قيادة المملكة؟ أنا ما أعتقد أن قيادة المملكة وضعت هذا المشروع والمبادرة العربية بقصد أن هذا سيحل القضية. المملكة العربية السعودية وأكثر الزعامات العربية تريد أن تتخلص من القضية، فتضع مشاريع حتى تنسحب خطوة خطوة بقدر المستطاع. فالمفروض هو التملص من القضية، ولو كان الأمر بيدهم لأنشأ بيد أحد يحتاج قدرة إلهية. فهم لا يريدون أي شيء مع فلسطين ولا علاقة بفلسطين. ثم نبتت لهم حماس هذه مشكلة كالشوكة في الجنب، لا يعرفون كيف يتعاملون معها. وقامت مصر، يعني النظام المصري للأسف الشديد، بالممارسة العملية لعملية خنق وقتل حماس. والنظام السعودي يقوم بالتغطية الدبلوماسية والدعم المالي والرشاوي من وراء ستار. فهؤلاء القوم لا يريدون حل القضية. من الخطأ الفاحش تظنهم يريدون حل. الحل بالنسبة لهم هو نسونا القضية الفلسطينية، وفي 60 داهية ما يشيعه السعود في مجالسهم، أنا أعرفهم مجالسهم، ويشيعون ويعلمون أبنائهم من الصغر أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم لليهود وأنهم يستحقون ما أتاهم. هذه العقلية الموجودة من أيام كنت أنا في المدرسة، أنا كنت في مدرسة أنجال الملك سعود، وهذا الذي كانوا يقولونه ويلقن لهم من الطفولة، أن ضياع فلسطين سببه أن الفلسطينيين هم الذين باعوا أراضيهم، وليس بريطانيا العظمى ولا أبوهم عبد العزيز هو الذي سعى لهدم الخلافة وإدخال الإنجليز كأسد شرس في المنطقة يصول ويجول. فإذا كانت هذه العقلية يصعب جدا التصور الموضوع، تصور مبني على دول. دكتور مسعد، النقطة المتعلقة بموقف الكويت، بموقف البرلمان الكويتي، هي توصية صدرت للحكومة
حتى يعني تسقط موضوع المبادرة، وهي مبادرة السعودية، مبادرة الملك عبد الله. هل تعتقد هذا الموقف يغيظ المملكة؟ دكتور مسعري، خربطت الصورة مع الدكتور مسعري. طيب نعود إليك عندما تصلح الصورة. أستاذ مديان، يعني نحن نتحدث طبعا عن عدوان، عن استمرار في العدوان، ونتحدث عن مؤتمر. طيب أصلحت الصورة والصوت مع الدكتور مسعري. دكتور مسعري، طرحت عليك سؤالا يتعلق بموضوع التوصية التي صدرت عن البرلمان الكويتي، والتي تطالب بإسقاط مبادرة الملك عبد الله والتخلي عنها على الأقل. هل تعتقد هذا الأمر يغيظ القيادة، أم هو ربما منسق؟ يعني لا تستطيع المملكة أن تقول هذا الكلام، تقوله الكويت. هل تعتقد ذلك؟ لا أعتقد أن هذه مبادرة لها جذور شعبية كويتية، والشعب الكويتي له طلعات وله اختراقات تلفت النظر أحيانا، وإن كان له أمور أخرى لا تسرنا، مثلا علاقته وتقبل الوضع الأمريكي، وإن كان هذا ليس عاما وإنما في أقلية هناك من العلمانيين ومن أذناب أمريكا، لكن جمهور الشعب الكويتي يبقى شعب عربي وشعب مسلم على ما عليه من مآخذ وإشكالات تتعلق بوضعه بين السعودية والعراق. لكن أعتقد النظام الكويتي لو كان ذكيا يجب أن يتبنى هذه المبادرة ويركض، يقولوا run with it، يركض بها إلى الأمام ويحرج السعودية، لأن هذه فرصة تاريخية. السعودية الآن عاجزة، يعني قامت هي بنفسها بقطع رجليها، لا أريد أن أقول قطع عضو آخر، خلينا في الأرجل. فهذه فرصة تاريخية للكويت أن تثبت وجودها ككيان. طبعا الآن صباحا لا أعتقد أن لهم هم في الدنيا إلا بإبقاء الحكم والسلطان في أيديهم، لكنهم كذلك يحاولون ومضطرون للوضع الاجتماعي والبنية الاجتماعية والقبلية في الكويت، مراعاة خواطر الناس ورعاية بعض وجوههم، خلافا للنظام السعودي الذي لا يزال يعتبر أن هذه ملك أبيه وأجداده وله الحق التصرف فيها كالملك الموروث. إذن باستطاعة النظام الكويتي أن يضغط على السعودية ويحرجها إذا شاء، وهذا يفيده إقليميا ودوليا إلى أجل مسمى، لأن أعتقد على الأمد الطويل هناك إشكاليات كبرى تتعلق بالعراق والكويت والسعودية، حلها في يد الغيب، ليس هذا محل بحثها اليوم. وصلت الفكرة. أعود إلى الاستوديو. أستاذ رافي، قلنا نحن نتحدث عن هذا العدوان ونتحدث عن حركة عربية، ما كالعادة يعني بعد أي عدوان يحصل هناك حركة، مع التذكير أن الدعوة لمؤتمر وزراء خارجية العرب الاستثنائي دعت إليه قطر، يعني كانت هي السباقة في هذا الطرح، لكن لا أحد يعرف ما الخطوات أو ما الإجراءات. في هذا الوقت يستمر عمل اللجان المشتركة، نتحدث عن لجان اقتصادية، لجان تقنية، فنية، لجان أمنية بين الكيان الإسرائيلي وبعض العواصم العربية. كيف تنظر إلى هذا الأمر، خصوصا يعني إذا أردنا أن نحدد بين القاهرة وعمان؟ طبعا فقط بدي أقول أن أذكر أنه في نشطاء كويتيين كانوا في الحملة، نعم، وبالتالي من الطبيعي أنه أقربهم والشارع الكويتي أن يتضامن مع هؤلاء الناشطين اللي شاركوا بأسطول الحرية، نعم. وبالتالي موقف البرلمان الكويتي أمر طبيعي يتضامن مع أخوانه الكويتيين. أما فيما خص استمرار الاتصال من خلال القنوات الأمنية وغيرها من القنوات في مبادئ النظام الأردني والكيان الصهيوني والنظام المصري والكيان الصهيوني، يبدو أن العلاقات لا زالت طبيعية. بالتالي يعني صرخة الشارع المصري والشارع الأردني والشارع العربي لا في مكان لا يسمع في مكان آخر. تماما، يعني أنظمة هذه ما بتسمع، وبالتالي تستمر اتصالاتها فيما يخص، يعني كنا عم نتناقش في استوديو معك استاذ فؤاد انه النظام الاردني يعني يقيم بعض الاتصالات الاقتصاديه والتنسيق الامني على جسر اللمبي، يتبادل الاسماء ويتبادل الخدمات الامنيه مع الجانب الاسرائيلي، وبالتالي بحجج منع التسلل وغيره. تماما، يعني اشكال التطبيع والتعاون الامني والسياسي والاقتصادي لا زالت مستمره بين النظام الاسرائيلي والنظام الاردني والنظام الاسرائيلي الكيان الصهيوني والنظام المصري، وبالتالي اشكال التطبيع. طبعا لا ننسى موريتانيا ايضا، يعني انه في بعض الانظمه العربيه والدول العربيه التي تقيم ايضا علاقات اقتصادية، وفي مكاتب تمثيل اقتصادي وتجاري وما دون دبلوماسي بينهم وبين الكيان الصهيوني. كل هذه الأشكال من الاتصالات يجب أن تتوقف، يعني عيب أنه يعني ما حصل من مجزرة رهيبة، هذا هولوكوست يعني، ومجزرة ضد الإنسانية، يعني ضد البشرية. هي تعد بالمزيد من المجازر على هذا المستوى. والنظام العربي الرسمي يستمر في عمليات التطبيع وعمليات الاتصال مع الكيان الصهيوني. طيب. هذا معيب.